ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده ان شاء الله عندنا روتين حلو جدا، روتين الست الشاطره الناصحه الواعيه اللي هتعرف توفر وتدبر وتملى تلاجتها خير من غير ما تشيل اي هم لبكره. طبعا هتقولي لي نفرز ايه ونعمل ايه، انت مش شايفه الاسعار اللي احنا فيها؟ احنا عارفين ناكل النهارده علشان نخزن ونفرز لرمضان. هقول لك والله العظيم والله العظيم ربنا ليه ترتيبات اعظم من ترتيبات اي حد في الدنيا. اقعدي احسبيها، اقعدي اعصري في دماغك، امسكي ورقه وقلم واحسبي راحه فين وجايه منين. بصي تلاقي ربنا ليه ترتيبات تانيه خالص غير ترتيبات اي حد في الدنيا. فاحنا نتوكل على الله كده ونقول بس يا رب، وربنا ان شاء الله هيكرمنا. بصي هقولك ازاي تفرزي وتخزني، هقولك على طريقتي في التفريز وازاي بخزن باقل التكاليف، وكمان هنعمل بقى اكل شعبي جميل من غير لحمه ومن غير فراخ. احنا اخر الشهر بقى، وتعالي كده نسمي الله واقولك هنعمل ايه. اول حاجه سميت الله وفضيت الحاجه اللي انا كنت جايباها، كنت محتاجه شويه طلبات، نزلت جبتها، جبت قرنبيطه، جبت جزر، وجبت كمان لفت. انا طول ما اللفت موجود في الشتاء لازم اخلل قبل ما يخلص اللي عندي، اكون عامله برطمان تاني. وكمان بقى عملت برطمان كمان عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وجبت بطاطا عشان ادفي العيال، الجو ساقع، والبتنجان. بصوا لما بلاقي الحاجه السعر مهوت شويه بجيب البتنجان، بحب جدا اعمله مسقعه واسيبه في التلاجة، بينفع في اي وقت، فطار عشاء غدا، حلو جدا في التلاجة. بصي يا ستي، مسكت القرنبيطه قطعتها، انا جايبه قرنبيطه كبيره عشان اعمل نصها في الغدا والنص التاني هفرزه. انا طريقتي في التفريز ما بجيبش كميات كبيره واقعد افرزها مره واحده، اولا بتعب، وتاني حاجه الامكانيات الاقتصاديه دلوقتي ما تسمحش ان انا اجيب 5 كيلو 6 كيلو، ده كيلو البسله ب 30 جنيه. فانا بعمل ايه، كل ما انزل اجيب حاجه للغدا اقوم عينه منها كيس، عينه منها كيسين، على حسب ما انا عايزه. امتى اجيب بقى كميات؟ لما بتكون الامكانيات بتسمح ان انا انزل اجيب اول حاجه رخيصه اجيب، لكن كيلو البسله ب 30 جنيه هجيب ايه وافرز ايه؟ فبجيب على قد ما انا عايزه اطبخ، والباقي عين كيس على كيس على كيس. هتبصي تلاقي ما شاء الله تبارك الله التلاجه بتاعتك اتملت خير. هنا حطيت ميه على النار، وحطيت معلقه من الكمون والملح، واول ما غلي ونزلت بالقرنبيط. القرنبيط اللي انا هفرزه يا دوبك دقيقه كده واطلعه على طول على الميه الساقعه، واللي انا هطبخه وهقليه في نفس اليوم يعني هسيبه 3 4 دقائق وبعد كده اطلعه على طول. البتنجان قلت اعمل مسقعه، بتبقى حلوه جدا جدا كده، بتفتح النفس جنب الاكل. قطعته، تقطعيه حلقات تكون سميكه علشان ما يشربش زيت، وكمان لما تيجي تاكليه يكون فيه لحم. حطيت عليه معلقتين من الملح كده وقلبتهم، وهركنه على جنب ربع ساعه علشان ينزل الميه اللي فيه عشان ما يشربش زيت. انا جربت ان انا اتبله بالدقيق، ما عجبنيش خالص، والدقيق بيدي طعم للبتنجان. هو احسن طريقه ان انت تحطي ملح وتسيبيه ربع ساعه، مش هيشرب زيت. هنا البطاطس نقعتها كده في ميه علشان انا هسلقها واقليها، فقبل ما اسلقها اكون اتاكدت ان ما فيهاش دينه خالص. القرنبيط هنا فرزته حطيته في الكيس، ما شاء الله تبارك الله القرنبيط طلعت الاربع كياس دول غير اللي انا هعمله معاكم. والبسله هنا قطعت عليها جزر، اخدت برده على قد ما انا عايزه، والباقي كيسته. بديها تشويحه كده على النار من غير سمنه ومن غير زيت، وبعد كده باخدها بعد ما لونها كده يزهزه اخدها على طول على الميه الساقعه واسيبها تصفى خالص، وبعد كده اكيسها. اللفت طبعا غسلته كويس جدا وقطعته، وبعد كده هخلله. طول ما اللفت موجود في السوق انا بحب اجيبه واخلل، حلو، بيفتح النفس جنب الاكل بصراحه، جميل جدا. انا كده بعد ما قطعته كمان بقطعه مكعبات حلوه كده، ولا صغيره ولا كبيره، علشان يبقى على قد القطمه كده على طول. اخدته على طول تحت الحنفيه تاني، انا غسلاه بس قلت اغسله تاني برضو علشان اتاكد يعني ان هو كده خلاص ما فيهوش رمله ولا في اي حاجه، عشان اللفت بيبقى فيه رمله ناعمه كده ما يبانش او ما يكونش لسه موجوده انت ما تكونيش خدتي بالك منه. حطيت عليه هنا معلقتين كبار كده من الملح، وحطيت كمان اهم حاجه معلقه كبيره من السكر، وحطيت معلقتين كبار من الخل، وهحط كمان معلقه كبيره من الفلفل الرومي الاحمر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض اللي احنا فرمينه. الفلفل ده كنز كنز عندك في الفريزر بصراحه، بيدي لون حلو جدا لللفت لو انت مش حابه تحطي بنجر، وكمان بيدي له ريحه وبيدي له طعم حلو جدا جدا. قلبتهم كده كل الكلام ده كده مع بعضه، ونقلته برضو في طبق كبير عشان ياخد راحته. وبعد كده هجيب بنجرايه اقطعها، طبعا البنجر فوائده لا تعد ولا تحصى.
يعني لو تجيبي لك كل ما تنزلي كده تجيبي 5 بنجرات وتقطعيهم وتكيسيهم وتعينيهم في الفريزر، حطي بقى في عصير فراولة، قطعي على سلطة، طبعا حلو جدا جدا للأنيميا، جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. المهم قطعته كده مكعبات وقلبت كل الكلام ده مع بعضه، وهسيبهم كده على جنب ربع ساعة نص ساعة، اللفت ينزل المية بتاعته كلها، والمية دي مش هنرميها، هي دي المية اللي احنا هنخلي اللفت فيها. حطيت البطاطس على النار سلقتها، البطاطس اللي انا ههرسها زودتها زيادة كده يعني علشان تبقى ناعمة لما اجي اهرسها، والبطاطس اللي انا هقليها سبتها كده لمدة 10 دقايق وبعد كده طلعتها. البطاطس لما بنسلقها ونقليها بيبقى طعمها حكاية. طبعا احنا اخر الشهر بقى عايزين اكل من غير فراخ ومن غير لحمة، يعني ايه اكل شعبي كده تقضية يعني، فقلت اعمل لهم بطاطس مسلوقة ومهروسة، واعمل مسقعة، وكمان هعمل قرنبيط، والقرنبيط احنا عملناه مع بعض قبل كده من الالف للياء، وهسيب لك الطريقة ان شاء الله او الفيديو في صندوق الوصف. قطعت هنا بقى كده صوابع والباقي البطاطس هرسته كده بالهرسة، وهحط عليها ملح، احط عليها كمون، احط عليها فلفل احمر، معلقة من الفلفل الاحمر، وحطيت عليها كمان كزبرة خضرة، كزبرة او بقدونس، وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. حابة تحطي توم حطي، بس انا استكفيت بالفلفل الاحمر، وحطيت كمان 3 4 معالق كده من الزيت، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه كده، وكانت خطيرة، طعمها كان حلو جدا، وكمان بتبقى حلوة قوي برضو في التلاجة، تنفع في اي وقت. هنا القرنبيط بعد ما تبلته حطيت زيت بقى طبعا وقليته، وبعد كده بقلبه الناحية التانية علشان كله ياخد لون واحد. بصي القرنبيط بالطريقة دي تحفة تحفة تحفة، مقرمش كده وجميل، طبعا معذرة على الاضاءة علشان النور كان قاطع، فاضطريت ان انا اصور يعني عبال ما النور يجي. بصوا القرنبيطه بتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه، تحفه. بعد بقى ما بطلع القرنبيط برش عليه كده رشه من الملح ورشه من الكمون عشان اكسر اللون كده، بحط كزبره خضراء او بقدونس. بصي مقرمش جميل جدا وطري وحلو قوي قوي، طبعا القرنبيط ده مغذي جدا جدا. حطيت بقى هنا طاسة على النار هنعمل الصلصة بتاعت المسقعة، وحطيت توم، جبت توم قطعته كده حلقات زي ما انت شايفة، وبعد كده الطماطم بشرتها بالمبشرة، وحطيت ربع كوباية من المية، وهسيبها تتصلصل على النار، وطبعا بحط ملح، بحط كمون، بحط كزبرة، وبحط كمان عودين كده من الكزبرة الخضراء او البقدونس الاخضر، يا نهار ابيض بيخلي المسقعة في حتة تانية خالص. طبعا ظبطت الملح، وهنا البتنجان بعد ما قليته والفلفل نزلت بقى بالصلصه اللي انا عملتها، بقلب كل الكلام ده كده مع بعضه، وشويه مسقعه يستاهلوا بقكم والله، كان طعمها تحفه جدا وحلوه زي ما بقول لك، بعد ما بتبرد خالص بحطها في علب التلاجه وبسيبها في رف التلاجه، ما شاء الله تبارك الله، فطار غدا عشاء، تحسي كده ان التلاجه بتاعتك مستوره، طلعي جنب الاكل جميله جدا. وهنا البطاطس ما شاء الله برضو كانت خلصت، طعمها كان جميل جدا، واللفت هنا كان خلاص نزل المية بتاعته كلها. جبت برطمان، اهم حاجة بقى البرطمان يكون نضيف ويكون مفهوش ولا نقطة مية، علشان ما ترجعيش تقولي ليه اللفت بتاعي باظ والمخلل عامة باظ، همرين ليه من فوق بسبب ان البرطمان بتاعك بيكون مش نضيف. المية انا لا بعمل لا مية مفلترة ولا الكلام ده، والله دي مية من الحنفية، واللفت ما شاء الله بيطلع تحفة. شايفين بقى الميه اللي نزلت منه، زودتها شويه كده عشان حسيت ان هي هتبقى قليله على البرطمان، وظبطت الملح بقى وغطيه واسيبه. بصي انا بفتح عليه تاني يوم ادوق الميه، لقيته محتاج ملح باخد ميه من الميه بتاعته ديت واحط ملح وايه واقلب البرطمان، طب لقيتيه حادق بعمل ايه؟ بقوم منقصه كوبايه ميه واحط ميه تانيه، بس كده كل حاجه ليها حل. هنا بقى وقفت اصبن المواعين كده، انا طول ما انا واقفه في المطبخ اللي بوسخه بغسله، هتبصي تلاقي خلصت اللي وراكي وتلاقي مواعين بسيطه كده، بس هي اللي في الحوض هتغسليها. وطبعا عندنا الحوض اساسي بنعتبره طبق او معلقه لازم نغسله يوميا، نصبنه كويس جدا، الحوض ده اساسي هو والرخامات، لازم كل يوم كده تجيبي فوطه تكوني حاطه فيها صابون، صابون المواعين اللي انت بتستخدميه، وتحطي معلقتين كده من الخل وتمسكي كده الفوطه وتمشي على الرخامات كلها بالفوطه دي كده، دي اهم حاجه لازم تعمليها كل يوم. شايفين الحوض بمسكه اصبنه تصبينه
يعني اساسي، ده كده اساسي الحوض يبقى نظيف معاكي. طبعا لو جيتي من بره مستعجله معاكي اي حاجه هترميها في الحوض يبقى الحوض بتاعك نظيف. المسقعه طبعا جميله، عايزه سطر عيش بس كده وتقعدي تاكلي، والبطاطس كمان ما شاء الله تبارك الله، والقرنبيط، وكان اكل روعه. تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب.